باعتقادي علاقة طالبان بالقاعدة علاقة عميقة جدا، من الطبيعي أن تكون من خلال الدكتور أيمن الظواهري، هو الزعيم لتنظيم القاعدة المركزي بعد أسامة بن لادن. فأنا أرى أنه يعني تنظيم القاعدة يلتزم الصمت الآن في أفغانستان، لا سيما ضد الأمريكيين وضد الحكومة الأفغانية أيضا، من أجل إنجاح عملية السلام. إذن إذا ما صح تسميتها، فهذه العلاقة المشبوهة بين أذرعي الإرهاب طالبان والقاعدة في حالة هدنة، احتراماً لاتفاق السلام الذي وقعته الأولى مع واشنطن. ولكن لماذا قد يهم تنظيم القاعدة أن تنجح عملية السلام بين واشنطن وطالبان؟ هو تنظيم القاعدة سوف يتنفس الصعداء عند انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، لأن هنالك رموز كثيرة جدا ومعظم قادة الصف الأول باعتقادي موجودون في أفغانستان بمناطق ما بين أفغانستان وباكستان، على الحدود في المناطق الحدودية ما بين أفغانستان وباكستان. إذا هم بضمان طالبان الآن متوارون عن الأنظار، هؤلاء القادة قادة القاعدة من الصف الأول متوارون عن الأنظار، ولا أستبعد أن يكون أيمن الظواهري من بينهم هناك. إذن بناء على اتفاق طالبان وواشنطن، هناك بنود بين الطرفين تهدف إلى تسوية الأوضاع، وأهمها حماية الجنود الأمريكيين في أفغانستان. ولكن ما هو النص التفصيلي لهذه البنود، وما علاقة القاعدة به، وهل التزمت به طالبان؟ البنود المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طالبان بموجب هذا الاتفاق هو أن لا تدعم طالبان تنظيم القاعدة، وتضمن أن تنظيم القاعدة لا يقوم بأي هجمات على القوات الأمريكية في مرحلة انسحابها من أفغانستان. طبعا أدبيا التزمت طالبان بهذا البند وهذا الشرط، بأن القاعدة سوف لن تقوم بأي هجمات على القوات الأمريكية. حتى أيضا هجمات طالبان هي اقتصرت الآن على قوات الأمن وقوات الجيش الأفغانية وعلى المدنيين أيضا، لكنها لم تتعرض أيضا للقوات الأمريكية بطريقة ربما يعني تلغي هذا الاتفاق. بات من المعروف أن الولايات المتحدة ستسحب جنودها من أفغانستان نهاية عام 2020، فما هي تبعيات هذا الانسحاب على القوة الأيديولوجية لطالبان والقاعدة في أفغانستان؟ بعد هذا الانسحاب الأمريكي أعتقد أنه ستتقوى العلاقة أكثر، وستكون أكثر علانية ما بين القاعدة وما بين طالبان. والدليل على ذلك أن طالبان تعلن خلال مباحثاتها مع الحكومة الأفغانية أن أفغانستان يجب أن تكون دولة إسلامية، وهي بمفهومي أنا كباحث وكقارئ للأحداث وكخبير في هذا المجال، باعتقادي أنها كأنها تقول أن طالبان والقاعدة سوف يعودان وريثان شرعيان لإمارة أفغانستان الإسلامية ما قبل 2001، أي قبل الحرب الأمريكية على إمارة أفغانستان الإسلامية على القاعدة وعلى طالبان. التحالف بين طالبان وواشنطن مرهون ببنود عدة، من ضمنها تحفظ القاعدة على تهديداتها في المنطقة. إذن كلاهما مرتبط بالآخر، ولكن ما الدور الذي تلعبه كل من طالبان والقاعدة على أرض الواقع؟ هذه النظرية أو الفرضية تعطينا دلالة على أن طالبان سوف تعمل لتسلم الحكم وتحاول إسقاط الحكومة الشرعية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية الآن، لكن لا يستبعد أن تتخلى عنها الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل إذا ما فشلت في الوقوف على رجليها داخل أفغانستان. التحالف ما بين القاعدة وطالبان مرهون بعدم صدور أي أعمال إرهابية من القاعدة في هذه الفترة بالذات، من هنا لغاية نهاية العام الحالي أو حتى ما بعد الانسحاب الأمريكي، أن لا يصدر من تنظيم القاعدة أي تصريحات معادية للحكومة الأفغانية
أو معادية للأمريكيين أينما كانوا، ولا الشأن الإقليمي. يعني حتى يجب أن تبتعد القاعدة، أو أرى أنها قد تبتعد نهائياً عن الانخراط في التهديدات الإقليمية، سواء ضد باكستان أو سواء ضد إيران أو غيرها. من هنا طبعاً تحتفظ طالبان بقوة تنظيم القاعدة الأيديولوجي التاريخي، ومن هنا تحتفظ أيضاً القاعدة بقوة طالبان البشرية المقاتلة. إذا الدماغ الأيديولوجي المفكر الشرعي موجود لدى القاعدة، الشرعية موجودة لدى القاعدة الشرعية الجهادية الإسلامية التاريخية التي انبثقت من إمارة أفغانستان الإسلامية، أصلاً هي موجودة لدى القاعدة، لدى تنظيم القاعدة، لدى زعماء القاعدة المتوارون على الأنبار من الصف الأول. بينما القوة الجسدية، القوة المقاتلة المسلحة المدربة، الأعداد الكبيرة جداً موجودة لدى قبائل طالبان، هذه القبائل لدى الحركة طالبان، آسف، حركة طالبان هذه تنبثق عن قبائل البشتون، يشكلون أغلبية كبيرة في معظم ولايات أفغانستان، خاصة في المناطق الاستراتيجية الحدودية ما بين أفغانستان وما بين باكستان. ولا تزال هناك قوات أمريكية قوامها نحو 12 ألف جندي متمركزة في أفغانستان بعد أن دشنت الولايات المتحدة عملياتها الحربية في البلاد بعد شهر من هجمات سبتمبر أيلول عام 2001، الذي اتجهت أصابع الاتهام في تنفيذها إلى القاعدة التي كانت تنشط قيادتها في أفغانستان، والتي وعد بعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع حد لهذا الصراع.